يلجأ الصيادون في غزة للمجازفة بقواربهم الصغيرة أملا في الرجوع بوجبة تكفي عائلتهم رغم حصار الاحتلال ونيران البحرية الإسرائيلية. وتشن البحرية الإسرائيلية حربا على الصيادين الباحثين عن قوتهم وقوت أبنائهم في البحر. على شواطئ غزة حرب أخرى يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين والشبان الفلسطينيين الذين اضطروا لامتهان مهنة الصيد في ظل عدم توفر الغذاء والاحتياجات الأساسية. ورغم أهوال الحرب ونيران البحرية الإسرائيلية ومشاعر الخوف والرعب، يضطر الصيادون للمجازفة بقواربهم الصغيرة أملا في الرجوع بحصيلة صيد جيدة. حصرونا أطلاق النار وأطلاق النار، برمجة جايت علينا، برمجة جايت هنا بالصوت، يعني كلها مخاطره، بنخش في الميه مخاطره، كلها مخاطره، يعني فيش يوم بنعدي الا ما بيجي علينا، وكله خوف وكله رعب، ورغم هذا يعني بنخش وبنعدي عشان نقدر نعيش، نقدر نأمن لقمه اطفالنا. ويواجه الصيادون مثل جلال قرعان الذي يعول أسرته مخاطر كثيرة في البحر أيضا، فمجرد إلقاء شباكه قد يفقد حياته إذا أثار ذلك غضب البحرية الإسرائيلية. اليوم غرب الأولاد راح يجيبوا غزاتهم، اليوم أجوا طرادات أربع طرادات حصروهم، يعني من الشام ومن قبلة ومن شرقة، وهم في النص، وطب اطلاق نار يعني قدام على قوت الحسكة، على قوت الحسكة يعني شوية وقتلهم. أصوات الرصاص والقنابل تصاحب جلال ورفاقه الصيادين خلال رحلة البحث عن الرزق، ورغم ذلك لا مجال للتراجع لإطعام أسرهم. كمية يعني السيد يعني دي رمضان، والواحد صايم وبخاطر في حاله عشان يجيب له كيلو سمك ولا 2 كيلو سمك اللي يقدر يتغدى فيهم أو يبيعهم يجيب احتياجات البيت. ويحرص جلال على الصيد في رمضان الذي تجتمع فيه العائلات لتوفير الطعام لذويه في ظل الجوع المنتشر بقطاع غزة. اليوم احنا بنجهز طبعا الفطور اليومي الرمضاني، طبعا بما انه اولادي اليوم كتير بحبين السمك، وطبعا احنا بلد فلسطين ام السمك وام الاكلات البحرية، لكن هلا حاليا مش متوفر بازمة صعوبات الحرب، والسمك مش متوفر، وللاسف احنا من ايام ما قبل 7 اكتوبر ما اكلناش السمك تقريبا. مهنة يحاصرها الموت والخوف ورحلة محفوفة بالمخاطر، الا ان الجوع يرغم صيادي غزة على ركوب البحر.